يعني بصراحة اللي يخليك تتردد عنها إذا حاولت تبحث عن شيء أنها صينية، لكن مواصفات، شكل، سعر، تصاميم، من أروع ما يكون. ليش الصينية؟ ليش احنا نخاف من كلمة صيني؟ لأن خلاص عندنا شيء مش في دمنا من زمان أن المنتج الصيني رديء، مع العلم أن الصينيين في الفترة الأخيرة قاعدين قدر المستطاع يحسنون من صناعتهم، لدرجة أن شركات كثير عالمية قاعدة تصنع عندهم. والبراند هذا اللي معنا، الجروب حقه عنده يعني امتلك علامة سويدية ما شاء الله تبارك الرحمن، ومن كبار مصنعين السيارات بالصين، من الشركات اللي صراحة أمانة كتقييم على شركة صينية أنا أشوفها هم التوب. الجروب حقهم توب 1 في الكواليتي، اختيار التصاميم، المواصفات. ليش نطول عليكم؟ سيارتنا جيلي مونجارو 2023، فئة جي سي، هي ثلاث فئات تجي، هذه الجي سي هي الفئة الأولى على أنها ستاندر، يعني يوم أقول لك ستاندر خلاص سياحية، مواصفات عادية، يعني مو بالكل تعجبه، لكن تخيلنا بجيب لك سيارة ستاندر مواصفاتها من أروع ما يكون، وسعرها ما شاء الله تبارك الرحمن، يوم تبي تقرر تشتري سيارة كورية أو يابانية بالمواصفات هذه ما راح تدفع أقل من 150,000 بالراحة. ما شاء الله تبارك الرحمن سيارة سعرها 97,750 ريال شامل الضريبة. جيلي مونجارو 2023 فئة جي سي، هي أول فئة، فئة الستاندر. خلونا نتعرف عليها، ويسعدني إخوان الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات. وهذه هي السيارة متابعين الكرام، جيلي مونجارو 2024، سيارة SUV من 5 مقاعد من شركة جيلي الصينية. طبعا جيلي جروب كبير، من ضمن العلامات اللي عندهم فولفو ما شاء الله السويدية، اللي هي صراحة أنا بالنسبة لي أشوف من منظوري إن هي اللي طورت موضوع التصنيع عندهم، السيفتي، الأمان، جمالية السيارات، تصاميم السيارات، لدرجة أنك يوم تشوف السيارة سيارة أوروبية تماما ما شاء الله تبارك الرحمن، كتصميم، كمواصفات، كسيفتي، وهيطون بموضوع السيفتي. هذا بفضل الله، ثم بفضل وجود فولفو معاهم، يعني يوم خذوا أو استحوذوا على شركة فولفو السويدية. طبعا وكيلها شركة الوعلان، الوعلان ما شاء الله تبارك الرحمن من الشركات اللي لها دور كبير حتى في إنجاح علامة هيونداي بالمملكة الكورية، يعني أول وكيل تقريبا في المملكة لعلامة هيونداي، تخيلوا ما شاء الله تبارك الرحمن. فحاليا مسك جيلي، وأنا متفائل أن نشوف جيلي علامة قوية، خاصة أنا يوم زرت الصين، طبعا ما زرت جيلي نفسها، زرت العلامة اللي البريميوم من جيلي، هي لينك أند كو، فكان صراحة تشوفهم لا جماعة طموحين، جماعة عندهم طموح، جماعة عندهم تفكير كيف أنا أخذ السوق، كيف أنا أنافس، مو بس كيف أنا أبغى أبيع سيارتي وخلاص انتهى الموضوع، كيف أضحك على الزبون مواصفات ويلا أخذت السيارة مع السلامة، لا عندهم تفكير إني أكسب ولاء العميل. طبعا بالأول أخير صراحة يعني لازم يكون في اجتهاد من الوكيل كذلك في نجاح السيارة، توفر قطع الغيار، أسعار قطع الغيار تكون مناسبة، العميل ما يجي للوكالة ويقول له القطع بتاخذ وقت، خاصة القطع الاستهلاكية، ممكن مثلا ولا لا قدر الله صار عليه حادث كبير وفي قطع ما هي موجودة، ممكن العميل يتحمل حكم السيارة بتاخذ وقت كذلك في الصيانة، لكن مثلا قطع غيار سريع المفروض تكون موجودة. فان شاء الله انا متفائل ان تمام ان جيلي معدين هذا الموضوع. لكن بالأول الأخير لا تعتمد على كلام عبد الرحمن الخالدي، عبد الرحمن الخالدي اهتمام انه يصور لك المواصفات ويعلق تعليقاته الشخصية، لا هي مدفوعة ولا هي شيء. وهذه السيارة طبعا في المعرض عندي، يعني حتى الوكالة ما لها دخل، ان عبد الرحمن قاعد يطبل لهم، السيارة عندي موجودة، فبتكلم على مزاجي وراحتي والاشياء اللي اشوفها زين والاشياء اللي اشوفها شايله. طيب متابعيني الكرام، وهذه صراحه انا دائما احبها، يعني اكون مع المتابع واضح. انت يوم تاخذ بقيمه 97,750 ريال سياره SUV، ما راح اقول لكم فئه التوسان والكيا سبورتاج، لان السياره ما شاء الله تبارك الرحمن حجمها نوعا ما اكبر، صحيح انها 5 مقاعد لكن حجمها اكبر، تصميمها اكبر، تحس الفئه المستهدفه هي كنا قاعد يقول لك، يعني ما راح اقول لك والله زي ال مثلا والله زي الكاين او الطوارق، لا يعني حولهم، بس انا دفع امامي، يعني نظام التعليق هنا مختلف، او عفوا نظام الدفع مختلف، صحيح السيارة دفع رباعي
فور ويل درايف لكن الأساسي أمامي. طيب 97,750 ريال شامل الضريبة. راح ناخذ محرك 2000 سي سي توربو حدود 235 حصان تقريبا مع جير أوتوماتيك 8 سرعات، نظام الدفع فهو فور ويل درايف. فكرة نظام الدفع يعطيك تماسك أفضل على الطرقات، كذلك أمطار خفيفة كشتات السيارة موجودة، ما راح تحرم نفسك، كون معك سيارة للمدينة وللخطوط وبر خفيف. مواصفاتها خارجية على أنها تعتبر أقل فئة لكن فيها فتحة سقف بانوراما. روح المقدمة تجي بإضاءات فول LED ما شاء الله تبارك الرحمن. عندنا عدد 4 حساسات على الصدام الأمامي، عندنا الشبك، تطعيمات كروم، تطعيمات كروم أسفل الصدام ما شاء الله هذه كلها موجودة. الجنوط هنا الصغيرة هذه تعتبر أنها مقاس 19 إنش. الكفرات مستخدمة جودير، حتى مستخدمات الكفر يستخدمونه من الكفرات التوب، دليل على أن حتى السيارة محافظين أنها تكون مميزة ما يحط لك أي كفرات. 235/50 والجنط 19، الجنط مكحل لون رمادي مع الكروم المطفي. إطارات النوافذ كروم، إشارات بالمراية مرايات كروم، زيج كروم، تطعيمات كروم على قبض أبواب. عندنا حناية العفش المساطر، يقول حناية عفش مساطر هي تجيك مسطر ما هي مرتفعة مثلا أو يسمونها قال عادية، هذه إشارات بالمراية. 4 كاميرات محيطية. لتر بنزين 13.2 كيلو، ماخذ تقييم ممتاز. نوع البنزين 95، قاعد نتكلم عن محرك توربو يا جماعة، فدائما محركات التوربو حركة البنزين على الكفاءة. من الخلف عندنا الجناح الخلفي، الإضاءة الخلفية LED، كذلك عندنا 4 حساسات على الصدام الخلفي، منجارو، فور ويل درايف، سيارة دفع رباعي، جيلي، مساحة زجاج خلفية. عندنا إضاءة اللوحة LED، كم فتحة شكمان؟ فتحتين مخفيات. الدفيوزر تطعيمه كروم، حتى لاحظوا أعطتني كذا خط يوم فتحت الشنطة. في ستارة هنا عشان تخفي غراضك معك شنطة شيء. عندنا إضاءة LED، منفذ طاقة كلاسيكي، غراض السيارة هنا أو عفوا هنا معدة السلامة، وهنا سبير السيارة يجي مقاس صغير عشان يعطيك مساحة أفضل للشنطة. الشنطة كهربائية على فئة ستاندر، فشيء مميز وجميل. ننتقل للمواصفات الداخلية اللي هي بالسيارة ما شاء الله تبارك الرحمن، المفاتيح الذكية، الدخول الذكي والتشغيل الذكي. فيها خاصية التشغيل عن بعد زي ما هو واضح هنا، لكن ما عرفت أشغله صراحة، هل هو الزر فقط ولا ما أدري. طيب السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن دخول ذكي، بمجرد حبينا ندخل السيارة يفتح القفل، هذه من الداخل. يعني من الأشياء الجميلة صراحة والحلوة اللي هو تصميم داخلية السيارة، الألوان، التوتون اللي جاي فيها من الأشياء الجميلة. فأنت يوم تشوف الداخلية فعلا مريحة للعين، تصميم الديزاين كله روعة. هنا الصف الخلفي، حاملات أكواب الاثنين، مثبت مقاعد أطفال، تكات الرأس متحركة، فتحات تكييف تتبع المكيف الأمامي، وعندنا منفذين الطاقة USB. سقف البانورامي من الداخل، أنوار السقف LED ما شاء الله تبارك الرحمن. لاحظوا الحركة، الخيوط اللي موجودة هنا أوريها لكم، خيوط ملونة فالتطريزات جميلة. ننتقل للمواصفات الداخلية. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، داخلية روعة كتصميم كلمسات. الحين يزعلون ما يحبون الصيني، عبد الرحمن يطبل الصيني اللي قال داخليتها روعة. طب داخليتها روعة يعني لا تنكر، تنكر. الزجاج كهربائي، اوتو لمسة واحدة. طبعا الزجاج الامامي للاسف ما هو مدبل. ذاكرة تخزين الكرسي السائق، كرسي السائق والراكب حركة كهربائية. عندنا هنا تحكم في مستوى الاضاءة الخارجية، مرايات كهربائية فيها خاصية الطي الاوتوماتيكي، دركسون تصميمه جميل، التوتون روع، الالوان الموجوده توتون يعني لونين، تو تون، تون يعني لون والتو يعني لون اثنين. يعني عندنا هنا مثبت سرعه، طبعا فيها تحديد مسار، فيها تنبيه ما قبل الاصطدام اللي هو التحذير هذا. وعندنا تحكم بالنظام، عفوا التحكم بالنظام الصوتي
وعداد الرحلات اللي هو الطبلون بالكامل جاي شاشة. الأوتو الأنوار تقبل النهار تطفي بالليل تشتغل. عندنا هنا عصم الساحات الزجاج كذلك فيها وضعية الأوتو ما شاء الله تبارك الرحمن. زر التشغيل الذكي، شاشة معلومات بكاميرات محيطية 360 درجة. يعني جيلي ما أدري صراحة هل هم متهاوشين مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، يعني تخيل إن كل مواصفات الزينة ما عندهم أبل كاربلاي بالشاشة هذه، فيها ميرور بس ما فيها أبل كاربلاي. هل عندكم مشاكل معهم؟ متهاوشين؟ مزعلكم الجماعة؟ طيب نروح لتكييف السيارة. مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، بالإضافة مدلعين السائق لأنه هو دافع فلوس شكله، حاطين له تهوية مقعد للسائق فقط. طيب عندنا هنا مكيف السيارة اختصاراته، زر التشغيل الذكي، شحن لاسلكي الجوال، الجير أوتوماتيك 8 سرعات، طبعا هنا زر البي وهنا الجلنط الكهربائي. شوف درايف مود، هذه هي الاقتصادي، المريح، الرمال، الجليد، الطرق الوعرة، الذكي. خلينا نشوف الطرق الوعرة مثلا، هذا الجليد، ثلج، وهذا الرمال. فعندك عدة وضعيات القيادة، الذكي، الرياضي، المريح، الرمال، وطرق الوعرة والجليد. طيب خلصنا من موضوع درايف مود. عندنا هنا حاملات الأكواب عدد 2 داخل، افتح هذه، عندك هنا حاملات أكواب، تكيه بالوسط فيها مساحة تخزين، هذا الجلد فيها طراوة. المراية داخل للأسف عديمة، هي تعتيم. أنوار السقف LED، شماس السائق فيها مراية مع إنارة LED، شماس الراك وكذلك فيها مراية مع إنارة LED، والسقف الكنتارة، هذا هو سقف السيارة الكنتارة ما شاء الله. شوف حركة، هل فيها أوتو هولد أو لا؟ من بعض الشركات ما يكون فيها زر أوتو هولد، لكن يكون يربط حزام الأمان. إيه موجود نظام الأوتو هولد، موجود خلاص هذا هو. فحتى الأوتو هولد موجود بالسيارة، يعني جنط كهربائي يدعم خاصية الأوتو هولد. هذه الفورميكا اللي على الأبواب، طبعا في فئة عليا تجي شاشات ومواصفات كثير. الآن ننتقل لمواصفات الأمن والسلامة اللي موجودة بالسيارة. فرام الـ ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، وعدد 5 أحزمة أمان. طبعا عندك الإنذار عند الانحراف عن مسار القيادة، نظام المساعد للحفاظ على المسار يعني فيها تحديد المسار، كذلك عندك التحذير ما قبل الاصطدام، هذه كلها موجودة بالسيارة حسب ما هي موجودة في شاشة السيارة. هنا الإضاءات الترحيبية إلى آخره. ما أدري صراحة هل فعلا فيها إضاءات محيطين وأنا بشايف. ما صراحة خلينا نحطها على شيء. ثواني بس بخليه يطفي الإضاءة حقت السقف لأن صراحة عالية. إيه والله موجودة الإضاءات المحيطية، ما هي بهينة تلاحظوا، طبعا موجودة على الأبواب الأمامية. طبعا صراحة بسبب الإضاءة القوية حتى أني ما كنت، أنا على بالي هنا القوة فكنت قاعد أخفضها،
عندنا اسفل ديكور الجير منفذ تايب سي طاقه ومنفذ يو اس بي للنظام الصوتي عشان المرور الى اخره. هذه هي ابرز المواصفات الموجوده على جيلي مونجارو 2023. على فكره هذه اول تغطيه لي للسياره هذه عن قرب. اتمنى تكون عجبتكم السياره، اتمنى تكون عجبتكم التغطيه. متابعين الكرام، بشكل سريع ماذا اعجب عبد الرحمن في السياره؟ اول شيء السعر مقابل المواصفات، كذلك يوم تكلم عن جيلي كشركه صينيه قاعد اتكلم من يعني من التوب. انا بالنسبه لي طبعا هي ناس يشوفونها من التوب 5، انا اشوفها هي توب 1 صراحه، كمواصفات كشكل كديزاين كشركه معروفه، حتى ما شاء الله انا اشوف الوكيل اللي ماسكها كذلك وكيل غني التعريف. ان شاء الله تكون عجبتكم مراجعتي لهذه السياره الجميله اللي هي جيلي مونجارو فئه الجي سي اللي هي تعتبر اقل فئه. قبل ما تشتري اي سياره سواء هذه السياره ولا غيرها، استخير الله، لا تعتمد على كلام شخص، خذها وانت مغمض، ما في، لا تشتري شيء اللي انت حابه حتى لو الناس كذا تمدحها. اذا انت ما انت حاب السياره هذه نصيحه لا تقرب لها، اذا انت حابها مستعد تحافظ عليها سمي بسم الله واستخر واسال الناس المجربين واسال اسعار قطع غيار الصيانات الى اخره. بحسب معلوماتي ان ضمان جيلي 5 سنوات او 150 الف كيلو ضمان المصنع. متابعين الكرام طولت عليكم، اتمنى اكون غثيتكم، ان شاء الله عجبتكم السياره. كذلك في ميزه قريتها انها اذا جاء مطر والقزاز مفتوح تلقائيا نحس بحكم حساس المطر، شفتوا اوتو اصلا مساحه الزجاج فتقفل القزاز على حسب ما قريت. طولت عليكم متابعين الكرام، اتمنى اكون غثيتكم، ان شاء الله عجبتكم الجيلي مونجارو جي سي اللي هي اقل فئه، والسلام عليكم ورحمه الله.